للحديث أكثر عن تداعيات هجوم مطار أربيل وردود الفعل المتوقعة ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري. مرحبا بك أستاذ زياد. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن بلاده تحتفظ بحق الرد عقب هجوم مطار أربيل. كيف سترد واشنطن من وجهة نظرك على هذا التصعيد الذي يعد ربما يعني أول اختبار لإدارة بايدن؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي لمشاهديكم الكرام في كل مكان. يبدو بأن إدارة بايدن استلمت تركة من إدارة ترامب، تركة ثقيلة وتحديات كثيرة في داخل العراق. بالنسبة لاستهداف مطار أربيل له أبعاد مزدوجة، وهو البعد الأول الضغط على الولايات المتحدة، خاصة وأن البروتوكول الملحق بالاتفاق النووي سيتم الإنهاء العمل به خلال فترة قصيرة. والنقطة الثانية، وعلى جميع السادة المشاهدين أن يعلموا، استهداف أربيل جاء رسالة من إيران، حيث أن أربيل اتفقت مع بغداد ومع تركيا من أجل القيام بعملية عسكرية لإنهاء تواجد تنظيمات الفككة الإرهابية في سنجار، وهذا بعيد عن الإدارة الإيرانية أو الإرادة الإيرانية التي دائما ما تمسك الخيوط في الملف العراقي. الحقيقة لا يريد الإيرانيون وحكام الملاذ في طهران تكرار سيناريو أذربيجان عندما انتصرت على أرمينيا الحليفة لإيران، وكلنا نعلم بأن أذربيجان هي مكون شيعي ولكن إيران تبحث عن مصالحها فقط وتزايد في مسألة المكونات. لذلك نعتقد بأن الولايات المتحدة أمام تحدي كبير، ولكن علينا أيضا أن ندرك جيدا بأن مسألة الاحتفاظ بحق الرد هذا أسلوب ضعيف وجبان، ونعتقد بأن حكام دول عربية دائما ما يتعرضون للقصف مثل سوريا وبشار الأسد في سوريا يحتفظ بحق الرد. هذا الحقيقة هاي مفردة جديدة لدى الخارجية الأمريكية التي ما دائما كانت تهدد وتوعد إدارة بايدن، هي امتداد لإدارة أوباما والذي سيبحث عن اتفاق نووي. ويدرك جيدا أوباما وفريق الخارجية الأمريكية بأن تلك الاستهدافات وتلك العمليات هي مجرد للإسراع بتفعيل الاتفاق النووي والعودة عليه والذي تم في عهد الرئيس الديمقراطي السابق أوباما. طيب أستاذ زياد، المبعوثة الأممية للعراق جينيف بلاسخارت وصفت هجوم مطار أربيل في العراق بالتهديد الخطير لاستقرار العراق. في أي إطار يمكن وضع هذا التصريح، لا سيما وأن بلاسخارت يعني التقت مؤخرا بنائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد عبد العزيز المحمداوي الملقب بأبو فدك والمتهم بقيامه بانتهاكات عديدة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ وهي نفسها التي ذهبت إلى إيران لبحث مسألة الانتخابات العراقية. الحقيقة بعيدا عن تصريحات، علينا أن نجد أن الخطوات العملية بعيدا عن هذا الكلام هي تنسيق تام ما بين الأمم المتحدة وما بين مبعوثة الأمم المتحدة ومع الميليشيات الإيرانية. نعلم جيدا أن أبو فدك هو شخصية إجرامية ارتكبت مجازر وارتكبت جرائم حرب في داخل العراق بل وخارج العراق أيضا في سوريا واليمن وغيرهم المناطق الأخرى. لذلك الأمم المتحدة تصر على التفاوض مع تلك الجهات وتعتبرها تعطيها تفويض في ما تقوم به في داخل العراق. ولربما شاهدنا أيضا حتى التصريحات الأمريكية في مسألة الحوثيين وجعلهم منظمة إرهابية، هناك تراجع لدى الإدارة الأمريكية التي تبحث إعادة رؤيتها الاستراتيجية الخارجية في عموم المنطقة. وهناك أكثر من إجابة لدى المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس واليوم حول مسألة إعادة تلك الرؤية. لذلك الأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة الحقيقة دورها دور سلبي للأسف تجاه الشعب العراقي، ومجرد وسيط لنقل الرسائل ما بين الإدارة الأمريكية وما بين إيران، باعتبار أن العراقيون ليسوا أصحاب إرادة في هذا الملف، وهم أن كل الأحداث تقع في داخل العراق والعراق والعراقيون هم من يدفعون الثمن، ولكن هم مسلمين بطريقة أخرى أن العراق تحت وطأة
نفوذ وسيطرة إيران بالكامل. طيب والدليل أستاذ زياد، هو بحثها ملف الانتخابات في طهران. بحسب موقع المونيتور الأمريكي فإن ميليشيا سرايا أولياء الدم التي أعلنت تبنيها الهجمات الصاروخية على أربيل هي جبهة جديدة لميليشيات العصائب. إلى أي مدى ترى أن يعني تغيير أسماء الميليشيات أو تغيير عناوينها ممكن أن يعني يحميها من عواقب هذه الأفعال المزعزعة لاستقرار المنطقة؟ أولا الإدارة الأمريكية تدرك جيدا بأن المسميات غير ضرورية. اللاعب الرئيسي هو إيران، والأدوات هي الميليشيات مثل العصائر وحزب الله والنجباء وغيرها من الميليشيات الأخرى. أما مسألة التسميات الحديثة فهي لا تطلع على أحد، ولكن هي لتمرير أو تبرير تأخير رد الفعل على تلك الميليشيات. هناك تأخير بشكل واضح من قبل الإدارة الأمريكية، هناك تصريح بالاحتفاظ بحق الرد، كل ذلك يأتي من أجل مسألة واحدة وهي التفاوض مع الجانب الإيراني. أما تسألني عن قناعتي وأنا ابن العراق ولدي اطلاع واسع في الملف العراقي وفي ملف الميليشيات، لا أعتقد بأن هذه المسميات حقيقية، وكل ما هنالك هناك أمر إيراني وهناك تنفيذ على بيد ميليشيات تأتمر بالكامل من قبل الحرس الثوري الإيراني وبشكل مباشر، وسابقا كانت تأتمر من قبل قاسم سليماني. أما المسميات الأخرى فهي فارغة ولا ثقل لهذه المسميات وهذه الحركات التي تقوم بها الميليشيات، ولكن هي الإدارة الأمريكية والمجتمع للأسف الشديد يريد أن يبرر مثل هذه المسألة بكل تأكيد. بالنظر إلى يعني أستاذ زياد، بالنظر إلى طبيعة هذه الهجمات وطبيعة أهداف هذه الهجمات، تراها أنها ضد المؤسسات والبعثات الدبلوماسية، كيف تقرأ هنا موقف حكومة الكاظمي؟ إلى أي مدى ترى أنه عاجز فعلا عن مواجهة نفوذ ميليشيات ولائية؟ لا شك بأن السيد الكاظمي هو الحلقة الأضعف في هذه المسألة، وهو آخر من يحق له أن يصرح أو يتخذ قرار مهما كان هذا القرار. فشاهدنا كلنا التيار الصدري وهو ينتشر بكل سلاحه في معظم المحافظات العراقية وخاصة في بغداد، ولم يستطع الكاظمي القيام بشيء سوى تغريدة على تويتر، ولن يستطيع القيام بشيء الحقيقة. لذلك ما يحدث الآن هو تجاذبات وسجالات وصراعات على أرض العراق، والكاظمي هو أبعد ما يكون الذي ولد من رحم العملية السياسية البائسة في داخل العراق، لن يستطيع أن يقدم شيء إلا أن يصاع لما تريده تلك الميليشيات التي قام الجناح السياسي بتنصيبه كرئيسا للوزراء، ولن يستطيع الحياد أو القيام بأي دور معين أو قرار أو يتخذ قرار معين في مصلحة الشعب العراقي. نعم، عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.